وصل محافظ أسيوط هشام أبو النصر متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الجراج المركزي للإنقاذ السريع والأحياء بمنطقة عرب المدابغ ضمن جولته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة. وجه المحافظ بمواصلة أعمال رفع كفاءة تلك الجراجات وتطويرها وإعادة تقسيمها وتوزيع السيارات بها مع إجراء تقسيم نوعي لها، بالإضافة إلى عمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على مدى جاهزيتها أولا بأول.